اهلا وسهلا بيكم كابتن عمرو سلمي، يسعده ان يرحب بيكم في اكبر مزاد علني للكره. النهارده احنا عندنا تشكيله من احسن اللعيبه في مصر وافريقيا. يلا كله جاهز فلوسه شيكاته واللي عايز يبدل يقول من دلوقتي. طب ما اتفرجنا على اللعيبه اللي عندك يا كابتن عمرو زي ما عودتنا. زي ما انا معودك انت قلتها. النهارده احنا عندنا تشكيله هي اللي قايم عليها بطوله افريقيا ودوري الشركات والمحلات. محلات؟ محلات ايه ده؟ اسكت بقى، ده بيوقع حاجات لقط. انت عارف مجدي قفشه؟ عارف. معرفوش ليه؟ انا قفشه هنا. ما شاء الله ما شاء الله. طب يلا بينا بقى نبدا يا كابتن، عشان انت عارف انت قلبت يناير والشامبوس ليك. ضرب لي حتتك، عايزين ناكل عيش. جرايه يا كابتن ربيع، انت سبت القهوه والطاوله هتقرفنا. انا والان مع اللاعب رقم واحد في المزاد، اللاعب ايمن كاتا. ايمن كاتا لاعب شرس عنيف دموي، ليس له اعداء لان كلهم ماتوا، كما انه واخد الحزام الاحمر، واخد حزامي. لاعب دولي شرس يصلح في حاله اعتزال طارق حامد. دولي يا كابتن سلمي؟ ده لعيب كاراتيه. وبعدين ما هو دولي، ده عنده 2 اصحابه على الفيسبوك من المانيا. شكرا لايمن. والآن مع اللاعب رقم 2 ياسر شداد. استر يا رب. اسمه الأصلي ياسر محمد علي، ده اسمه الأصلي. مسجل سرقات فئة أولى، أنا لسه مخرجه من قضيتين. عمر ما في مخبر قدر يجيبه، وبالتالي ما فيش مدافع هيحصله. سريع جدا، بيضيع هجمات قدام الجون، فيسرق العين، يدخل لاعب تاني يكمل الهجمه ويجيب الجون. طبعا بتسالوني هو بيعمل ايه معانا النهارده؟ والله ما اعرف، حقيقه جاي غصب عني. شكرا يا باشا، قدروا اللطف. رقم 3 رضا العفريت. مركز كويس؟ يلا يا رضا اضرب. ليه يا عم؟ نهدى يا شباب. طبعا ما فهمناش ايه اللي حصل. اللي حصل ان ده رضا العفريت. ركز في الموبايل. زي ما احنا شايفين، سمعنا صوت القلم لكن ما شفناهوش، حتى التصوير البطيء جايبه بالعافيه، عشان كده اتسمى رضا العفريت. حلو ده. هي كابتن مصر، مين خد مين؟ انا هاخد العفريت، وانا هاخد الشداد، وانا هاخد كاتب، وانا هجهز العقود واكلمكم. شرفتونا يا كابتن مصر. شرفتونا بألف سلامة. بألف سلامة. ألف سلامة. ألف سلامة، نورتونا. خطوة عزيزة. مع ألف سلامة.